فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أسلمت حديثا وأنا من خارج هذه البلاد، ولي مال حرام قد اكتسبته قبل إسلامي، واشتريت به سيارة وبقي أجزاء منه. يقول: ما حكم هذا المال وماذا أصنع بما سبق أن اشتريته؟ تخلص منه إذا كان حرام، كله حرام، تخلص منه بأن تضع في مشاريع يعني نافعة ينتفع بها الناس، وانت تخلص منه، ما هو بصدقة، لكن تخلص من باب التخلص. مثل المال الذي ليس له مالك، يوضع في المصالح العامة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.